فدخل. قريش جعلت تبحث يمينا ويسارا، بحثت في الشمال وبحثت في كل مكان، ولأن الجائزة عظيمة. طبعا يا جماعة ترى 100 ناقة جائزة كبيرة جدا، ما هي بلعب. يعني الآن اليوم مع أننا النوق عندنا اليوم لا تعتبر في أهميتها كالنوق والإبل، عندهم الديات تدفع من الإبل، الزواج يدفع المهر من الإبل، الرضا بين القبائل إذا في خصومات يدفع من الإبل، السفر على الإبل، الذهاب للقتال على الإبل، استخراج الماء من البئر على الإبل، حرث الأرض على الإبل، كل شيء إبل في إبل. فالإبل عندهم تسوى شيء في السابق. اليوم لو واحد أعطاك 100 بعير من النوق، يعني ثم أنهم وعدوا ب100 ناقة، كم تسوى تقريبا الناقة الواحدة الطيبة؟ كم تسوى؟ 5000 ريال مثلا. يعني 100 ناقة بكم؟ 500000 ريال، نص مليون. يعني تشتري لك فيلا وسيارة وتعرس كلها، تدبر لك حياتك كلها، ما هي بلعب نص مليون. فما بالك لو أنك في عصرهم، والواحد ما يكاد أن يجد طعاما يأكله ولا شرابا يشربه من شدة الفقر، وقالوا لك 100 ناقة. شوف الحماس، جعلت قريش تبحث تحت الأحجار بشدة الحماس، حتى وصلوا إلى الغار، جعلوا ينظرون عند الغار. وأبو بكر من شدة الخوف على النبي عليه الصلاة والسلام بكى. ترى ما هو خوفا على نفسه يا جماعة، لو كان خوفا على نفسه كان ما طلع أصلا وترك بنتين في البيت. حتى إن أبا جهل الفاجر ذهب يبحث، ما دام محمد صلى الله عليه وسلم غير موجود معناه نبحث عن أبي بكر وزيره الذي معه دائما، ذهب وطرق الباب، وكان رجلا جلفا غليظا سيء الخلق، ففتحت له أسماء، قال لها أين أبوك؟ قالت ما أدري. قال أين أبوك؟ قالت ما أدري. فرفع يده وضربها على وجهها حتى أصاب خدها وأذنها، وسقط القرط من أذنها من شدة الضربة، أن الحرك اللي في أذنها انفلت من الأذن وضرب في الجدار. شوف الخبيث، طبعا يتشاطر على هالبنات، يعني ضرب وجهها على أذنها، وهي مسكينة من عندي، ما عندي أحد يعني يدافع عني، ما في إلا أنا أختي الصغيرة وأمي، يعني من سيدافع عني. فمضى أبو جهل يزمجر ويبحث عن أبي بكر. طبعا أبو جهل أصابه بعد ذلك من الذل ما أصابه، يعني ونحر كما تنحر الكلاب ليس الشياه، يعني من شدة الذل الذي أصابه بعد ذلك معركة بدر. لبث أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت قريش ونظرت، إلا أبو بكر يسمع أصواتهم في الخارج، وين راح؟ إلا بيجي، إلا طيب طلع، أنت بحثت شمال؟ لا يمكن جنوب، طيب وين راح؟ طيب شوف الآثار، شوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع سواليفهم هو أبو بكر في داخل الغار. قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، ما يحتاج ينخفض ويطل داخل الغار، لو ينظر إلى قدمه رآنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. وهذا من شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شرف أبي بكر أيضا، وهي يسمونها المعية الخاصة، أن يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في معية الله تعالى دون سائر الناس. إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. بعد 3 أيام من لبث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ينام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستيقظ. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يثق في أبي بكر ولا لا يمكن ينام وهذا مستيقظ. يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، يشرب أبو بكر معه، يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، يتلطف معه. أبناء أبي بكر ومماليك أبي بكر هم الذين يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يا جماعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، لما آذى بعضهم أبا بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا أبا بكر هذا تبعي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ما نفعني أحد بنفسه وماله كما نفعني أبو بكر. فعلا نفعه بنفسه نفعه، ونفعه بماله. يقول ما نفعني أحد مثل ما نفعني أبو بكر رضي الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي يوم قال عليه الصلاة والسلام سدوا كل خوخة في المسجد، كانت جدران المسجد ملصقة فيها بيوتهم مباشرة، يعني ما كان مثلنا في
يعني تخطيط ونحو ذلك وأسواق وشوارع، فكانوا يجعلون من بيوتهم مباشرة أبواب إلى داخل المسجد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وخطب الناس وقال: سدوا كل خوخة، جميع الأبواب التي تدخل من بيوتكم مباشرة إلى المسجد سدوها، ادخلوا مع الباب الرسمي في المسجد إلا باب أبي بكر، كل الأبواب سدوها إلا باب الشايب هذا اللي جالس، إلا باب أبي بكر. وكان أبو بكر حينها قد قارب 60 مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كلها تدل على شرفه رضي الله تعالى عنه وعلى علو منزلته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه الثلاثة أيام، ثلاث ليالي، خف عنهم الطلب وجاءهم عبد الله بن أريقط وسلمهم الرواحل وركبوا عليها معه ومضوا نحو المدينة. وأنزل الله تعالى الآيات، يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فجعل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، ثاني اثنين يعني هو وأبو بكر، فهو صاحبه في الغار وهو صاحبه المطلق إذ يقول لصاحبه، وهو المشفق على النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال له لا تحزن، وهو المشارك له في معية الله تعالى له لما قال إن الله معنا، وهو الذي نزلت عليه السكينة والنصر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي حدث بعد ذلك لما وصل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ كيف استقبل أهل المدينة أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان أبو بكر في أثناء الطريق محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم يقطعون مسافة أكثر من 400 أو 500 كيلو في بر، كيف كانت العلاقة بينهما؟ وماذا فعل أبو بكر لما وصل إلى هناك؟ هذا إن شاء الله ما سوف نعلمه إن شاء الله في خلال الدروس القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن ينفعنا وإياكم ما سمعنا.